نروح نشوف المرور بقى مع حضراتكم النهارده من القاهره. بنبدا مع حضراتكم من صلاح سالم، بدايه الطريق النهارده السبت. دايما بنقول يوم السبت من الايام اللي بيبقى فيها يعني سيوله في الحركه المروريه، تحديدا في ساعات الصباح الاولى، لانه يوم اجازه ومفيش مدارس مفيش اشغال، فبالتالي ده اكيد ليه انعكاسه على الشوارع. صلاح سالم زي ما حضراتكم ورمسيس اللون الاخضر هو اللي مسيطر على الخريطه، كوبري 6 اكتوبر من الجانبين اللون الاخضر هو اللي السائد، فبالتالي مش شايفين حتى الان طبعا اللون البرتقالي او اللون الاحمر. مفيش اي نوع من انواع يعني الزحامات المروريه، علشان كده بننصح دايما لما نلاقي الطرق فاضيه ارجوكم نلتزم بالسرعات المقرره. والحمد لله دلوقتي بقى في خلاص كاميرات وبقى في رادارات على طول بترصد المخالفين، وطبعا بيبقى في قصاد ده اجراءات قانونيه. طيب كده احنا استعرضنا مع حضراتكم القاهره، وبمناسبه طبعا الحاله المروريه اللي احنا طبعا عارفين انه حصل سيوله كبيره برضو في الحركه المروريه بعد شبكه الطرق الجديده والكباري والمشروع القومي الخاص بالطرق والكباري، فطبعا ده سهل بشكل كبير جدا جدا الحركه المروريه. طيب تعالوا برضو نروح لعروس البحر المتوسط بقى ونشوف كورنيش الاسكندريه بقى والبحر، وطبعا يعني اغسطس هتلاقوه من الذروه اللي هنلاقي فيها زحام لشط اسكندريه، لانه الناس والمصطفين بيروحوا البحر، ولكن هنلاقي برضو في ساعات الصباح الاولى الناس لسه ما نزلتش على البحر. اكيد هنبدا نشوف الزحام ممكن من الساعه 10 او 11، ولكن الساعه 8 الصبح زي ما حضراتكم شايفين كورنيش البحر في سيوله في الحركه المروريه. طريق الجيش اللون الاخضر هو اللي مسيطر، وطبعا يعني اسكندريه من المحافظات الجميله جدا جدا اللي بنستمتع بيها في فصل الصيف. طيب كنا لسه بنتكلم مع حضراتكم عن شبكه الطرق اللي بتسهل بشكل كبير جدا، وشبكه الطرق دي مش موجوده بس في محافظه القاهره، لا هي موجوده في محافظات يعني مصر كلها، واحنا دايما بنبقى حريصين ان احنا نرصد مع حضراتكم هذه الطرق. النهارده احنا هيكون معانا تقرير معلوماتي عن توسعه اللي حصلت في محور المنيب اللي موجود اعلى النيل، ازاي سهل حركه المرور في التقرير التالي. زي ما حضراتكم شفتوا ده كان تقرير كده معلوماتي عن محور المنيب والتوسيع اللي حصلت فيه اللي فك الاختناق المروري اللي كان موجود في المنطقة بتاعة الجيزة. طبعا ده سهل بشكل كبير، وفر وقت وفر مجهود وفر حتى العصبية اللي بنتعصبها بسبب الزحمة، فطبعا أكيد يعني شبكة الطرق الجديدة دي كان لها تأثير كبير جدا جدا على الشوارع تحديدا في فك الاختناق.